جددت مجموعة من المستوطنين اليوم الثلاثاء اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، ونفذت جولات مشبوهة واستفزازية في المسجد. نتنياهو يعبر عن مواقفه الحقيقية وليست المواقف جديدة فيما يتعلق برفضه لمبدأ قيام دولة فلسطينية مستقلة، ولذلك فهو يحاول أن يكرس المعازل القائمة وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية، في حين يواصل سياسات تعميق الاحتلال والاستيطان والتهويد وخاصة في مدينة القدس. وجرت الاقتحامات بحماية وحراسة قوات الاحتلال، فيما تصدى المصلون وطلبة مجالس العلم لهذه الاقتحامات. تحاول إسرائيل أن تبسط سيطرتها على المسجد الأقصى المبارك من خلال القرار الذي يقتضي تركيب كاميرات. هذا يعني أن الاحتلال قد نجح في مشاركته لدائرة الأوقاف الإسلامية بإدارة المسجد الأقصى، وقد تبينت وتكشفت النوايا أول أمس حينما حاولت الأوقاف تركب كاميرات مراقبة، فمنعت الاحتلال سلطة الاحتلال هذا التركيب وهذا المشروع، لأنها تريد هي التي تنفذ هذا المشروع، وبالتالي فإن المشروع هو لصالح الاحتلال.